الولي الخير مدرب فريق الاتحاد البيضاوي الطاس، مرحبا بك موقع النادي بوينتا. شكرا، بارك الله فيك. كيفاش جا الالتحاق ديال الولي؟ كتعرفنا الولي كان في مدرسه الرجاء، من مدرسه الرجاء الى فريق العريق اللي هو فريق الطاس. اولا هذا فريق ديالي وانا كنعتز انني التحقت به. وكيفاش جا الالتحاق؟ ان اتصلوا بي المسؤولين وعرضوا عليا البروجي اللي جايين من اجله، هو إعادة هيكلة فريق النادي الاتحاد البيضاوي. عجبني البروجي وتحمست ليه والتحقت بفريق الاتحاد البيضاوي. يعني البروجي كبير، يعني الناس اللي جايه دابا جايه على اساس باش تعيد امجاد ديال فريق الاتحاد البيضاوي، تعيد الهيكله ديال فريق الاتحاد البيضاوي على مستوى جميع الفئات. وهذا هو الدور اللي جيت من اجله انا دابا، ندرب الفريق الاول وغادي نعاود إعادة هيكلة جميع فئات ديال فريق الاتحاد البيضاوي. السي الولي، تنعرفوا بان الولي هو ابن الحي المحمدي، وسبق لك مارستي مع فريق الطاس. يعني نعم، درت مواسم كثيره في فريق الاتحاد البيضاوي لمده تقريبا 12 عام، وانا كنشتغل فترات متقطعه بطبيعه الحال. قبل ما تمشي للديار القطريه. واشتغلت مع فريق الراسينغ البيضاوي مجموعه ديال الفروق. اشتغلت مع مؤخرا كنتي مع الاستاذ حرمة الله، مساعد معاه في نادي الرجاء البيضاوي، وعملنا شغل كبير تما الحمد لله. لقى صيت ولقى صدى طيب داخل اسره فريق الرجاء. شنو هو الشيء اللي جذبك لفريق الطاس؟ واش الحب ديالك لفريق الطاس بانك ابن الفريق، ولا المشروع اللي جاب فيه؟ نعم، هما جوج الاشياء. نعم، قلت لك هو المشروع مشروع كبير بكل صراحه. مكتب على مستوى عالي دابا الحمد لله جا الفريق الاتحاد البيضاوي. المشروع اللي جاو من اجله مشروع كبير، كيف قلت لك هو اعاده هيكله فريق الاتحاد البيضاوي. كيف كتعرف ان فريق الاتحاد البيضاوي كيمر من واحد المرحله صعيبه؟ نعم، صعيبه جدا، صعيبه. الكل شيء تعرف، والكل كيتاسف لهذ الظروف اللي ولات كتعيش فيها فريق الاتحاد البيضاوي. الحمد لله جاو هاد الناس عندهم فكر ممتاز، عندهم فلسفه جديده، عندهم الحمد لله حتى امكانياتهم الماديه امكانيه ممتازه. وكنتمنى هاد الناس هادو يعيدوا الامجاد ويعيدوا التاريخ اللي كنعرفوه وكيعرفوه جميع ديال فريق الاتحاد البيضاوي، اللي كان واحد الوقت خزان ديال اللاعبين، وكان كيمد جميع اللاعبين الفرق جميع الفرق اللاعبين. الخير الوالي، تنعرفوا بان جمهور فريق الطاس هو جمهور صعيب كما تنقولوا بهذا المعنى. كيفاش انت اخترتي انك، لان هذا تحدي، خصك ترضي الجمهور، لان الجمهور شي يبغي النتائج، ومع ذلك راه وابل ديال الشتائم. انا نقول لك ماشي صعيب. جمهور فريق الاتحاد هو جمهور ذواق، لان عاش المجد ديال فريق الاتحاد البيضاوي، تفرج في لاعبين كبار ديال فريق الاتحاد البيضاوي، عاش كره جميله مع فريق الاتحاد البيضاوي. دونك هاد الجمهور كيتسناك تعطرت ليه هاد الكره هذه. انت قادر على التحدي؟ كنتمنى من الله سبحانه وتعالى. انا ما جيت الا وانا عندي ثقه في نفسي وعندي ثقه في الطاقم اللي معايا. ان شاء الله غادي نعيدوا التاريخ ديال فريق الاتحاد البيضاوي ان شاء الله بجد الله. ان شاء الله الخير الوالي، كنت مع الميدان بوينتا. تنتمناوك التوفيق ومسيره موفقه. نتمنى لكم التوفيق. وشكرا لك. شكرا استاذ سامي.